جد ذوب ذوب زين. تفضل وي كيما راك؟ نشوف لنا نفوتوا في المنطقة نتاع القرى الحمراء، نفوتوا على الرايس ونفوتوا للنشب إن شاء الله اللي يخدمنا بلادنا والأمة محمد والجيش الوطني والدرك الوطني، والحمد لله نحوسوا على اللي يخدمنا بلادنا. اليوم رانا نفوتوا إن شاء الله على الراجل المصلح اللي عمر البلاد والعباد، ونديروا في اليوم في الواجب نتاعنا، ورانا الخاصة عليهم هما اللي الحكومة اللي يديرها. الشباب يكونوا معنا، والشباب راه بلاده اليوم وراه دولته. سمعت ليا هنا هذا المستقبل نتاعنا، احنا ما عندناش مستقبل مقر الانتخاب وبلادنا ووطننا وصلتنا. الأغواط كغرار الولايات الجنوبية تحتوي على 4 مكاتب متنقلة بتعداد هيئة ناخبة 1864. الآن متواجدين بمكتب القرى الحمراء لبلدية سيدي مخلوف، يحتوي على هيئة ناخبة 615، حيث السلطة الوطنية المستقلة في الانتخابات متمثلة في المندوبية الولائية لولاية الأغواط وفرت كل يعني الظروف كل المستلزمات المادية والبشرية والتقنية لإنجاح هذا الحدث.